مشاهدينا الأخبار، أهلا بكم على الهواء مباشرة في هذه التغطية المستمرة لمراقبة الوضع داخل قطاع غزة. تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم 19 بعد 100 وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع هو موضوعنا الأول في هذه القضية، وخاصة بعد الحديث عن محاولات الهدنة أو وقف إطلاق النار، وفي ظل أيضا بعض الاتهامات الموجهة للأونروا، وبرغم الدور اللي بتلعبه طبعا بشكل كبير جدا في إنفاذ المساعدات داخل القطاع. أما الموضوع الثاني في هذه التغطية فهو عن محكمة العدل الدولية التي تصدر اليوم في لاهاي حكما أوليا حول اقتصاص قانوني في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا. بعد قليل نبدأ فورا التغطية. تتواصل المعارك بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، حيث نفذ طيران الاحتلال غاراته وسط القطاع وجنوبي، خصوصا في خان يونس ثاني مدن القطاع حيث تتركز العمليات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة. وعلى الصعيد الإنساني، قال رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة السفير هيثم أبو سعيد إن قرار الغرب وقف التمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أمر خطير يؤزم الوضع في قطاع غزة. نتابع. على الرغم من الأمال إلى إمكانية التوصل لهدنة جديدة بعد نحو 4 أشهر من العدوان، واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 119 من الحرب، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى، حيث شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وحي تل الهوى وحي البرج شمال القطاع. كما وصل جيش الاحتلال قصفه لمختلف أحياء مدينة خان يونس، بينما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 13 مواطنا جراء قصف منزل ملاصق للجمعية غربي خان يونس. أما رفح فقد استشهد فيها 6 مواطنين في قصف استهدف عائلة بحي النصر شرق المدينة. ولازال الاحتلال يفرض حصارا على مستشفى الأمل وناصر لليوم 11 على التوالي، وسط نقص في الطعام أدى لحصول المرضى والنازحين على وجبة واحدة في اليوم. وفي خطوة مفاجئة انسحبت الدبابات الإسرائيلية من أحياء شمال غرب مدينة غزة لأول مرة منذ 7 أكتوبر الماضي، بينما أعادت تمركزها قرب مستشفى ناصر بعد تراجعها من محيط جامعة الأقصى غرب خان يونس ثاني مدن القطاع، حيث تتركز العمليات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة. في غضون ذلك تمكن المواطنون من دخول منطقة الكرامة وأبراج المخابرات ومنطقة السودانية، بينما كشف تراجع الدبابات عن دمار كبير في الأحياء والمرافق العامة والشوارع. لمزيد من التفاصيل ومراقبة الوضع ينضم إلينا من رام الله السيد أشرف عكا الخبير في الشؤون الدولية. سيد أشرف، بعد التحية، بداية كيف ترى هذه الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في ظل التحركات الدبلوماسية من أجل إقرار هدنة إنسانية؟ هي محاولة يائسة للضغط على المقاومة الفلسطينية في هذه المفاوضات، ولاحظنا كيف الإعلام الإسرائيلي يشن هجوما على نتنياهو على اعتبار انهم وصلوا الى مرحلة التفاوض مع السنوار. اعتقد ان المحاولة العسكرية الان هي محاولة يائسة على مدى اكثر من 3 شهور، قربنا على الشهر الرابع ولم تنجز اسرائيل ايا من عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وبالتالي يعني ماذا تفعل الان في هذه الساعات الاخيرة؟ هي مفاوضات تحت النار، يعني وهي تعلم أن لها لا يمكن أن تؤثر على المقاومة، هي الآن التي تستنزف في قطاع غزة. المقاومة ما زالت تقاتل، ما زالت صامدة، ما زالت قادرة على توجيه ضربات استراتيجية. يعني غالبية القطاع الآن يعني انسحب منه الجيش الإسرائيلي ويركز بعض هجماته على بعض المناطق، وهو يعني محاولته الآن لا يمكن أن تشكل مدخل جدي لفرض معادلة جديدة على شروط التفاوض، لأنه هو سيوقف إطلاق النار، وهذه ليس يعني مسألة تخص فقط، هي تخص كل الأطراف المعنية بنهاية
ما لهذه الحرب. صحيح. يعني سيد أشرف، في رأيك هذه المفارقة بالجانب الإسرائيلي، يعني لماذا تحاول إسرائيل تكثيف عملياتها العسكرية في هذا التوقيت وهناك انقسام داخلي يعني بشأن العمليات العسكرية، ويعني فكرة تأثير هذه العمليات أيضا ربما حتى على الداخل الإسرائيلي؟ يعني لا، لها علاقة بأن الجيش الإسرائيلي يواصل القتال في محاولة للقطة نصر طالما انتظرها المجتمع الإسرائيلي، محاولة يائسة من نتنياهو وائتلافه أن يقول بأنه ما زال يضغط وما زال يقاتل ويحارب والحرب مستمرة. وكما قلنا قبل قليل، هي محاولة لها علاقة بفرض شروط ما على المقاومة الفلسطينية تحت الضغط العسكري، كما نسمع بهذا الاتجاه. ولكن كمان هناك بعد آخر لإحراج المعارضة وإسكات أي صوت داخلي له علاقة بالمطالبة بإنهاء هذه الحرب، على أساس أن الجيش يقود معارك شرسة، معارك قوية، معارك يقدم فيها التضحيات في سبيل حماية المجتمع وأمن إسرائيل وأمن سكان غزة. ومع ذلك هناك أصوات في الداخل الإسرائيلي ربما بتعلو لوقف هذه الحرب التي دفعت إسرائيل نفسها طبعا فاتورة باهظة الثمن، يعني مقابل سواء في يعني الخسارة المادية أو حتى الخسارة المعنوية أيضا. نعم، نحن نتحدث عن انقسام، هذا الانقسام في من يؤيد هذه الحرب ويذهب بها يعني حتى الانتقام والتدمير وحتى نهاية يعني قطاع غزة، وهناك من ينظر بالضرورة إلى أن هذه الحرب في أبعادها كارثية، هناك أشكال من الفشل المختلفة والأزمات الاقتصادية، السياسية، العسكرية، الميدانية، صورة إسرائيل، الرأي العام العالمي، مقاضاتها في المحاكم الدولية، كله يعني بالضرورة يشكل ضغطا استراتيجيا على صانع القرار في إسرائيل. دعيني أقول بشكل واضح، المجتمع الإسرائيلي اليميني المتطرف الذي خلفه الحاقمات وتلك النبوءات الثوراتية هي من يدفعهم على الاستمرار قدما. صحيح. والمضي بهذه العقلية الدموية الانتقامية منذ بدء الحرب حتى هذه اللحظة في قطاع غزة. هم لا يؤمنوا لا بالسلام ولا بوقف الحرب، وبغض النظر يعني عن طبيعة المرحلة الآن، هؤلاء يحركهم أيديولوجيا، تحركهم روايات ثوراتية زائفة، يحاولوا قلب الصراع إلى ديني وببعده الأيديولوجي الذي يعني الذي بني عليه أساس الفكر الصهيوني. صحيح. في جلب هؤلاء إلى هذه. سيد أشرف، يعني في ظل استمرار المشاورات والمباحثات بين المعنيين والوسطاء طبعا لتقريب وجهات النظر ووصول لحل ربما يعني تستطيع من خلاله جميع الأطراف أن تأخذ هدنة إلى حد كبير، كان هناك في مصادر مطلعة بتقول أو بتشير إلى وجود صفقة لتبادل الأسرى 35 محتجز إسرائيلي على قيد الحياة من النساء والأطفال وكبار السن، ومقابل هدنة مدتها 35 يوما وإطلاق سراح فلسطينيين كذلك. يعني كيف ترى هذه يعني أهمية هذا الاتفاق من وجهة نظرك لكل الجانبين؟ أولا، هذه الصفقة يعني دعيني أقول وبعيدا عن التفاصيل والأهمية في هذه المرحلة من الجواب، ولكن هي صفقة الآن المشكلة في كيفية إخراجها وتسويقها لدى كل الأطراف. دعيني المقاومة تحتاج هذه الصفقة لإخراج الأسرى، تخفيف الحصار، وقف الحرب، نهاية لهذه المأساة في قطاع غزة، هذا هو الجانب الأهم. وفي نهايتها، وأعتقد ليس هذا شرط المقاومة فقط، هو شرط كل الأطراف ونية كل الأطراف، تحديدا الأطراف الإقليمية، مصر وقطر والوسطاء العرب بهذا الاتجاه، وحتى الولايات المتحدة باتت مقتنعة بأنه لا بد من وقف نهاية هذه الحرب، وهذا في قلبه وما تريد المقاومة الفلسطينية. إسرائيل تستعيد يعني تستعيد أسراها من جهة، أضف إلى ذلك تجد في الترتيبات الإقليمية وفي الضمانات الدولية وفي طريقة التصور الأمريكي لشأن المنطقة مكسب يعني آخر، لأنه تدرك تماما أنها تحتاج إلى من ينقذها سياسيا من ورطتها العسكرية في قطاع غزة. هذا هو ما يجب قراءته بهذا الاتجاه. يعني يمكن هلتقط طرف الخيط من يعني ما تذكره، هل نستطيع القول أن الجهود يعني برغم الجهود المبذولة للتوصل لهدنة جديدة في هذه المرحلة، يعني كمان بيعقبها زيارة أو ربما قريبة أو متقبل أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط، كيف تقرأ هذه الزيارة من وجهة نظرك في هذا التوقيت تحديدا؟
يعني أعتقد أنها غدا هي استكمال للجهود والمباحثات والحراك الدبلوماسي النشط لأمريكا خلال الفترة الماضية، وهي نتاج لكل اللقاءات والحوارات. وأعتقد أن بلينكين أخذ مقاربة لها علاقة بضرورة وقف هذه الحرب، تسوية إقليمية شاملة، تسوية للقضية الفلسطينية، وفي قلب ذلك تسوية الحرب الدائرة، لأن الحرب إذا استمرت وإذا بقيت لا يمكن الحديث لا عن مسار سياسي ولا عن مستقبل المنطقة ولا عن درء مخاطر اتساع وتوتر جدي في هذه المنطقة نتيجة الحرب في قطاع غزة. وأضف إلى ذلك أصبحت الحرب عبء على كل الأطراف سياسيا ومعنويا واقتصاديا. يعني ما يجري في اليمن له ارتدادات على مصر، له ارتدادات على العالم اقتصاديا أحكي، غير تأثيره على الأمن الدولي والاقتصاد العالمي بهذا الاتجاه. والولايات المتحدة شيئا فشيئا تدخل في ورطة، ويأتي الآن أعتقد لكي يكون رسالة أخيرة لنتنياهو، عليك أن تقبل هذه الصفقة. ويأتي لشرح بعض التفاصيل والمعطيات التي كما قلت هي نتاج وحصيلة المواقف العربية الداعمة والمساندة للحق الفلسطيني والرافضة لاستمرار هذه الحرب بهذه العدوانية وهذه الوحشية التي أتت على الأخضر واليابس في قطاع غزة. يعني جاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت باستمرار الإجراءات التي تقود الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. دلالة ربما هذه الخطوة من الجانب الأمريكي، يعني هل تقرأ ثم تغيير أو نقلة في الموقف الأمريكي تجاه ما يحدث الآن داخل قطاع غزة؟ أنا أعتقد نعم، وهو تحول كبير وتحول استراتيجي وتغير وتبدل في الاستراتيجية الأمريكية ونظرتها لكل ملفات المنطقة وللشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. وهذا نتج ما بعد 7 أكتوبر ونتيجة الحرب الدائرة الآن. لولا هذا القتال لأكثر من 118 اليوم لما نرى ذلك التغير. نعم أعتقد الولايات المتحدة ستعطي أولوية للدولة، يعني لموضوع حل الدولتين، تعطي أولوية لمسألة يعني السلام الإقليمي والازدهار، وتعطي أولوية لترتيب يعني وجودها وحضورها في المنطقة والتصدي لأي تهديدات كما تقول إيران بهذا الاتجاه. أنا أحلل هنا ولا أقصد يعني أنه إيران مشكلة بهذا الموضوع، ولكن هكذا تنظر الولايات المتحدة. وبالتالي كيف السبيل إلى ذلك؟ بتعاطي مع الملف الفلسطيني بإيجابية. أولا هذا الملف الآن أصبح ضاغطا مؤرقا، هناك تفاعلات داخلية أمريكية كثيرة ومؤشرات على الجاليات الفلسطينيين هناك، رفضوا لقاء بلينكين خلال يعني الساعات الماضية. أضف إلى ذلك يعني الإضراب للحكومة الأمريكية، إضراب عن الطعام الحكومة الأمريكية، هناك حملات للهجوم على السياسيين ومقاطعتهم في المؤتمرات واللقاءات العامة. هذا كله يبين أن الإدارة الأمريكية بدأت تدفع ثمن تأييدها لإسرائيل، وبالتالي لابد لها أن تتراجع. صحيح. وأضف أنها خلال السنوات الماضية يعني منذ مجيء هذه الإدارة كان في هناك استراتيجية أمن قومي كانت لا تعطي الأولوية للمنطقة، كانت تعطي الأولوية لصراعها مع الصين في بحر الصين الجنوبي والتنافس العالمي مع الصين بهذا الاتجاه. صحيح. ولكن الآن تغيرت المعادلة، تغيرت الظروف وتغيرت المعطيات والتفاعلات الإقليمية والعالمية مع ما جرى في قطاع غزة، وعنوانه الأساسي ونقطة ارتكازه الأساسية هو صمود شعبنا واستمرار القتال لهذه الفترة من الزمن التي كشفت عيوب يعني اعتماد إسرائيل الولايات المتحدة على إسرائيل وقدرتها التي يعني استنجدت بمن ينقذها ومن يحميها من ما يجري وما جرى معها في 7 أكتوبر وحتى هذا. سيد. نعم سيد أشرف عوقة الخبير في الشؤون الدولية، شكرا لك جزيلا طبعا على هذه المداخلة من رام الله. ما زلنا نتابع طبعا هذا المشهد ويعني هذه التغطية، وانضم إلينا عبر الهاتف دكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي. دكتور مختار، يعني طبعا بعد التحية، كيف تقرأ الأوضاع من وجهة نظرك وخاصة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي وتغير الموقف الأمريكي، وربما قد يكون أيضا مرتبط أو هذا التحرك جاء بعد التحرك الأوروبي بتوقيف المستوطنين الذين حملوا السلاح، كيف تقرأ المشهد الآن في ظل كل هذه التحديات واستمرار أيضا انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لكل القوانين الدولية والأعراف الدولية واستمرار ارتكاب مجازر يومية في قطاع غزة؟
يعني خليني اقول لك تحياتي ليك ابتداء وتحياتي لمشاهديك. يعني خليني اقول لك التغير الامريكي من اي زاويه. التغير الامريكي يتاتى ليس من حديث بلينكن ولا حديث بايدن على مساله حل الدولتين، وحل الدولتين بشكل غامض. يعني حتى لما طرح حل الدولتين، هل حل الدولتين على حدود 67 مثلا وفق القرار الاممي، وهل القدس عاصمه لهذه الدوله الفلسطينيه المقترحه وطبقا لهذا الحل، وهل هتكون امام دوله فلسطينيه محدده المعالم ولها شكل امني وشكل حكومه واداره تحكمها؟ طب وما هو موقف المستوطنات داخل مدينه الضفه الغربيه وانا امام طرفين ضلعين مهمين داخل حكومه نتنياهو سموتريتش ومتمرمن غفير، بيعملوا مؤتمر، وفي داخل هذا المؤتمر معاهم مجموعة من المستوطنين وبيدعوا إلى الاستيطان مرة أخرى داخل قطاع غزة مش في الضفة الغربية بس. صحيح. ومبارح بس سموتريتش بيقدم طلب لمجلس الوزراء المصغر بيطلب دعم لبناء 7000 وحدة سكنية مضافة داخل مدينة الضفة الغربية. فحديث الدولتين التي تحدثت به الولايات المتحدة الأمريكية وتحدث به إنجلترا أو الطرف الإنجليزي حديث غامض حواليه الكثير جدا من علامات الاستفهام. هل دكتور مختار هل هو حديث يتوقف فقط عن يعني منع العنف أو الإضراب بالمدنيين سواء من الفلسطينيين أو الإسرائيليين؟ يعني هناك ربما جملة فضفاضة بيستخدمها أو تستخدمها الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بوقف العنف داخل القطاع أو أي عمل عنف أو في عمل عرقي خالص. وبالتالي مسألة فضفاضة إلى حد كبير. لا خالص خالص موقف لا هو يريد أن يمتص بها الموقف الدولي. صحيح. والموقف الإقليمي الممتعد من موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذا التأييد بلا حدود للكيان الإسرائيلي. وحتى هذا التاريخ لم نسمع كلمة واحدة من الولايات المتحدة الأمريكية عن مسألة إيقاف إطلاق النار أو الإيقاف المطلق أو استجابة إسرائيل حتى للتوصيات أو التدابير الاحترازية اللي أطلقتها محكمة العدل الدولية على سبيل المثال. ولا شفنا من الولايات المتحدة الأمريكية موقفا مثلا إلى إسرائيل يجمد أو تجمد الولايات المتحدة الأمريكية من خلاله المدد العسكري اللي بلا حدود للكيان الإسرائيلي، خصوصا ونحن نتحدث دولة تستخدم 14 نوع من الطائرات لضرب قطاع غزة، وثمان أنواع من الطائرات الغير مأهولة بالأفراد، وتستخدم أفضل طائرة بدون طيار على مستوى العالم. نعم. وهي هرمز 900 اللي ضرب قطاع غزة بيها. فأنت أمام موقف أمريكي حديث يناقض أفعال على أرض الواقع. وأنا صحيح. متصور أن الحديث المرتبط بمسألة الدولتين حديث عليه الكثير جدا من علامات الاستفهام، لأن كلمة الدولتين كده ونقف لا، يعني لازم نفهم يعني ماذا تقصد الولايات المتحدة الأمريكية بحل الدولتين. صحيح. وما هي رؤيتها لهذا الحل وآليات ضغطها على إسرائيل لتحقيق هذا الأمر؟ وإذا أقدمت على الاعتراف مثلا كما تتحدث أمريكا أو كما يتحدث الطرف الإنجليزي، إسرائيل لا تعترف من مسألة هذا الاعتراف. طب ما هو موقف وآليات التعامل مع إسرائيل فيها؟ لا، أنا متصور أنه هذا حديث يحتاج الكثير جدا من التفسير باللغة الدبلوماسية، ويحتاج من الولايات المتحدة الأمريكية توضيح ماذا تقصد من مسألة طرح حل الدولتين بالنسبة للواقع الفلسطيني. الأمر الثاني وده أمر الأمر الثاني وده أمر في غاية الأهمية، إنه نعلم والكل يعلم أن تدور رحى اتصالات حثيثة داخل أروقة رؤساء الأجهزة السيادية في باريس، وطرحت شكل من أشكال الحل. صحيح. وكان هناك اجتماعات بالفعل مغلقة لبعض الأجهزة. صحيح. وشكل من أشكال الهدنة. ومعلوم أنه الحديث الذي يخرج يتحدث عن شروط أو واقع تم. نعم. ونتنياهو يتحدث حديث آخر، لا وقف لإطلاق النار، لا خروج من قطاع غزة، لابد أن تنتهي حماس أو أن يخرج. نفس الفكرة. دكتور مختار غباشي الأمين العام للمركز الفرنسي، شكرا جزيلا طبعا على هذه المداخلة وهذه الآراء الهامة جدا في قراءة هذا المشهد. المركز اللوجستي بالعريش يقوم بدور كبير في إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل قطاع غزة. معنا عبر الهاتف موفد النيل الأخبار أحمد سعد لإطلاعنا على أبرز يعني التطورات ربما والمشهد طبعا هناك. أحمد، أولا بعد التحية، يعني إطلاعنا عما لديك، يعني كيف، هل هناك
أي تحديات تواجه دخول المساعدات وإنفاذ المساعدات داخل قطاع غزة؟ يعني تحيه لك في البدايه، تحيه للمشاهدين الكرام. بالفعل متواجدون معكم في المركز اللوجستي. هذا المركز يعد اللبنه الاولى واهم نقطه في ادخال المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه حتى تنفذ سريعا عبر المنافذ التفتيشيه الخاضعه لسلطات الاحتلال الاسرائيلي. العديد من الشاحنات، مئات الشاحنات التي تتراس هنا في خارج هذا المركز اللوجستي وايضا داخل المركز اللوجستي لاتباع الاجراءات التي يتم من خلالها فصل المكونات داخل هذا المركز اللوجستي حتى تكون المساعدات الطبية لوحدها، الأدوات التدفئة لوحدها، الأدوات الدوائية وغيرها من المساعدات الإنسانية والإيوائية والغذائية يتم إنفاذها من هنا إلى قطاع غزة. يتم تغليف هذه المكونات من خلال هذا المركز اللوجستي وكذلك وزن البريتات بحيث تكون في وزن ومواصفات معينة يتم اتباعها ووضع الباركود الخاص بكل شاحنة حتى يتبين من أين أتت هذه الشاحنات، من المرسل، تاريخ الصلاحية، المنتج الذي يتم إدخاله إلى قطاع غزة عبر هذه الشاحنات. هذه الإجراءات يتم إنهاؤها من هذا المركز اللوجستي ومن ثم هذه الشاحنات تخرج في أسراب وقوافل في الذهاب إلى معبر رفح البري حتى يتم إدخال العديد من هذه الشاحنات تباعا حتى لا يكون هناك أي فجوة زمنية في إدخال القافلة والأخرى ويتم إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية، خاصة وأن المنافذ تغلق وتفتح. نعم أحمد، شكرا جزيلا طبعا لك على هذه الإفادة. كنت معنا من العريش للوقوف عند أبرز التطورات المتعلقة بإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل قطاع غزة. شكرا جزيلا لك أحمد سعد، مراسل أنيل أخبار من العريش. تصدر محكمة العدل الدولية اليوم في لاهاي حكما أوليا حول اختصاص قانوني في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، ومن المقرر أن تقرر أعلى محكمة بالأمم المتحدة فيما إذا كان مسموحا لها ببدء إجراءات رئيسية في تلك القضية. ورفعت أوكرانيا دعوى قضائية ضد روسيا بعد وقت قصير من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واسعة النطاق في ربيع 2022، مستشهدة باتفاقية الإبادة الجماعية، وتتهم كييف موسكو بسوء استخدام تلك الاتفاقية. كانت محكمة العدل الدولية قد رفضت بصورة كبيرة قضية رفعتها كييف أمام المحكمة عام 2017 تتهم فيها روسيا بتمويل الإرهاب من خلال دعمها لمتمردين مواليين لموسكو في شرق أوكرانيا. من موسكو ينضم إلينا دكتور آصف ملحم مدير مركز جي اس ان للأبحاث والدراسات. طبعا بعد التحية، كيف يعني تبت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة اليوم بشأن اختصاصها للنظر في قضية رفعتها أوكرانيا مباشرة بعد الغزو الروسي طبعا عام 2022 للمطالبة بالحصول على تعويضات من موسكو؟ ما هي الأسس التي تقام عليها أو يعني بشكل كبير تعتمد عليها المحكمة؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. سيدتي، لو تأملنا يعني الدعاوى التي رفعتها أوكرانيا منذ عام 2017 ضد روسيا والمتعلقة يعني باتفاقيتين أخريين، الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري التي تعود عام 1965، والاتفاقية الثانية الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب. يعني في جميع النقاط التي وضحتها أوكرانيا لم تتمكن أوكرانيا من تحقيق أي خرق على الإطلاق. يعني أنا أمامي قرارات المحكمة أو التي صدرت فيما يتعلق بالتعليم على سبيل المثال باللغة التتارية، كان الادعاء الأوكراني بأن نوعية التعليم غير جيدة. فيما يتعلق بالتعليم باللغة الأوكرانية أيضا هناك يعني خرق خفيف للغاية من قبل روسيا، أنه لم يؤخذ يعني في نظام التعليم باللغة الأوكرانية لم يؤخذ يعني رغبات الأطفال وآبائهم في هذا التعليم.
وان روسيا ادخلت بعض القيود على حركه المجلس التتري، هذا فيما يتعلق باتفاقيه القضاء على كل اشكال التمييز العنصري. الاتفاقيه الثانيه حول تمويل الارهاب، اكدت المحكمه انه لا يوجد اي دلائل على الاطلاق على ان روسيا تمويل الارهاب، ولكن الخرق الوحيد الذي سجل عند روسيا بانها لم تقوم باجراء رقابه كافيه على حركه الاموال التي تقدم من طرف بعض الشخصيات او بعض المؤسسات الروسيه الى الانفصاليين في الدنباس. يعني هذه انها اقرب الى الواقع واقرب الى المنطق، لم تتمكن اوكرانيا من تحقيق خرق فيها، فما بالك يعني عند القول بان روسيا تقوم بعمليات اباده جماعيه. نعم يمكن القول ان هناك جرت ان صح التسميه جرائم حرب، قد تحصل حالات معينه قام بها بعض الجنود الروس بعمليات قتل غير مشروعه ضمن الحرب او تخالف القانون الدولي، ولكن القول بان روسيا تقوم باباده جماعيه هذا الامر لا يمكن باي شكل من الاشكال تصديقه. هذه نقطه. النقطه الثانيه، اتفاقيه الاباده الجماعيه نفسها تؤكد على شيء واحد، يعني هذه المحكمه مختصه بشيء واحد هو منع حدوث الاباده الجماعيه كما هو الحال في غزه. يعني اسرائيل امام اعين العالم تقتل يوميا مئات الاشخاص من الاطفال والنساء، ومع ذلك المحكمه اصدرت قرارا بالزام اسرائيل بالقيام بكل الاجراءات اللازمه لمنع حدوث اباده جماعيه. وبالتالي دكتور أصف، نحن امام سجال قانوني، عفوا لو جاز لي التعبير، هذا هو السجال القانوني. القضيه المرفوعه كما ذكرت، يعني ربما هناك اتهام من يعني اوكرانيا لروسيا للتدرب وقوع اباده جماعيه، واعتقد ربما هذه القضيه المرفوعه في لاهاي هي نوع من السجال القانوني. ولكن السؤال اللي بيفرض نفسه، هل تعتقد ان هذه القضيه ربما في الوقت الحالي تحديدا استخدام هذا الملف والعودة مرة أخرى لربما لجرائم إبادة جماعية قد تكون يعني هناك وقت سابق أوكرانيا قد تستطيع فيه أنها تقدم هذه القضية، هل تعتقد أن هذا التوقيت كان يفيد بشكل أو بآخر أداء محكمة العدل الدولية تجاه بعض القضايا ومنها ما يحدث في فلسطين؟ سيدتي، أعتقد أن الموضوع كله هو يعني محاولة أوكرانيا هي للضغط السياسي على روسيا والضغط الأخلاقي على روسيا. يعني نحن نعلم جميعا ان اوكرانيا فشلت فشلا ذريعا في جميع يعني في الحرب القائمه الان، ولم تتمكن من تحقيق الانجازات على الاطلاق. يعني وبالتالي رفع هذه الدعوه هو محاوله لاظهار روسيا بصوره المعتدي الارهابي الذي يحاول القضاء على القوميه الاوكرانيه او الاثنيه الاوكرانيه، وليس اكثر من ذلك. يعني اما السجال القانوني سيجري بعد، فانا متاكد يعني ان المحكمه لن تصدر يعني قرارات على الاطلاق تتهم روسيا بشكل او بنيه روسيا يعني حتى القيام باباده جماعيه، لان روسيا عندما دخلت الى اوكرانيا في الحقيقه دخلت لحمايه سكان دنباس ولم تدخل لاباده يعني العرق الاوكراني ان صح التسميه واحترامها اللغه الاوكرانيه والتتريه في القرم هو خير دليل على ذلك. طيب دكتور أصلي، يعني عقب يومين من بدء الغزو توجهت كييف في 26 من فبراير لمحكمة العدل الدولية ونفت نفيا قاطعا التهام، معبرة أن استخدام روسيا لهذه الذريعة يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة نفسها لمنع جريمة الإبادة الجماعية والعرقية عليها لعام 2048. دلالة هذه المحكمة على سير العمليات العسكرية من وجهة نظرك؟ أنا وفق تقديري أستاذة فيما يتعلق بسير العمليات العسكرية، لن يعني المحكمة فقط هي كما قلت منذ قليل هو محاولة للضغط السياسي على والأخلاقي على روسيا. أما فيما يتعلق بسير العمليات العسكرية، نعم روسيا بالتأكيد يعني إذا وجه إليها بعض الملاحظات في بعض القضايا، لأنني قلت منذ قليل، فتستطيع المحكمة القول والبت بأنه حصل هناك الكثير من الدلائل على حدوث جرائم حرب، ولكن حصول إبادة جماعية هو غير ممكن على الإطلاق. وبالتالي أما سير العمليات العسكرية فأعتقد أن روسيا ستستمر بعمليات عسكرية كما هي، لأن حقيقة ما يجري في أوكرانيا وعند روسيا الكثير من الدلائل على ذلك أنها تقوم فقط بقصف المنشآت العسكرية. يعني عندما من في قبل فترة سيدتي قصفت طائرة تحمل مجموعة من الأسرى الأوكرانيين، وتأكد 100% أن هذا الصاروخ هو صاروخ باتريوت أوكراني. يعني وبالتالي لماذا على روسيا أن تقوم مثل ذلك؟ يعني عند روسيا هي الطرف الأقوى في هذه المعادلة، وهي حقيقة لا تفعل هذه الأفاعيل وعندها قدرة للدفاع عن نفسها، لذلك الموضوع هو ضغط نفسي أخلاقي إعلامي وليس أكثر من ذلك. في مارس 2022 المحكمة أصدرت قرار لصالح أوكرانيا وأمرت روسيا بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية المستمرة. يعني هل تعتقد مثل هذه الخطوات أو تدابير ربما بتفتح الأبواب للحديث عن
أداء بعض المنظمات الدولية تجاه الملفات وازدواجية حتى هذا الأداء تجاه بعض القضايا الدولية؟ لا سيدتي، قد تطلب، نعم قد تطلب المحكمة، المشكلة المحكمة قد تطلب ذلك من روسيا، ولكن روسيا يمكنها ألا تنفذ هذا الأمر لسبب بسيط، لأنها عندها الحجة الكافية للقول بأن يعني هناك اتفاقيات وقعت بين روسيا وأوكرانيا برعاية غربية مباشرة، اتفاقيات مينسك، والجميع يعرفها، وكان من يخرق هذه الاتفاقيات باستمرار هو الطرف الأوكراني، لذلك عند روسيا طبعا القدرة الدفاع عن نفسها، ولكن يعني عندما تطلب المحكمة هذا الطلب وهي تطلب من إسرائيل أيضا، تطلب من كل الدول، يعني المحكمة العدل الدولية يمكن أن تطلب هذه الطلبات، ولكن التنفيذ شيء والطلب شيء آخر. صحيح. وهنا تكمن المشكلة. أما باقي يعني لو تأملنا الملف الفلسطيني على سبيل المثال، ومدى إلزامية قرارات المحكمة شيء ثالث، أو طرف يعني شيء ثالث آخر أيضا برضو، يعني فكرة أنها تكون ملزمة لبعض لكل الأطراف، أعتقد دي مسألة أيضا يعني هناك سؤال فيها. المحكمة لا تستطيع إلزام أي طرف إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي، يعني هي المحكمة تبدي رأيها بالموضوع، تبدي رأيها القانوني في الموضوع وفق الاتفاقيات يعني المتبعة في هذا الشأن، ولكن عند اتخاذ قرار ملزم لدولة معينة فيجب اتخاذه في مجلس الأمن الدولي، وروسيا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، لذلك لا يمكن أن يمرر مثل هذا القرار. صحيح. دكتور آصف ملحم، مدير مركز جي اس ان الابحاث والدراسات، شكرا جزيلا طبعا على وجودك معنا متحدثا من موسكو، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، كانت هذه هي التغطية المستمرة طبعا على شاشة النيل الأخبار طوال اليوم. التغطية هذه الساعة شملت طبعا ما آخر التطورات في قطاع غزة، بالإضافة طبعا إلى ملف محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا. شكرا لكم لطيب المتابعة، نلقاكم على رأس الساعة، تابعونا على النيل الأخبار.